بمناسبة الأسبوع الوطني للمعوقين وتحت شعار الحق في التعليم للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، أقامت المؤسسة السويدية للإغاثة الفردية احتفالها السنوي بهالمناسبة، وبحضور سمو الأمير رعد بن زيد وسمو الأميرة ماجدة رعد، وأيضا بوجود سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين. كان شعارنا حق الأطفال في التعليم في المدارس، والحقيقة يعني الاحتفال تم بالتعاون ما بين المؤسسة السويدية وشركائها المحليين ولجنة المناصرة، مناصرة الحقوق، وأيضا لجنة أهالي الطلاب. هدفنا من الفعالية هو التأكيد على حق الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية في التعليم في المدارس النظامية. طبعا وزارة التربية والتعليم تقوم بخطط عديدة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة وفئات المعوقين، وقد قامت بالسابق بعمليات الدمج، فهنالك دمج المعاقين بصريا وسمعيا وحركيا، وهيئت لهؤلاء الفئة كوتة البناء المناسبة في المباني الجديدة، ونعمل حاليا على دمج المعاقين في الإعاقات البسيطة والمتوسطة في المدارس. لدينا خطة وضعتها وزارة التربية والتعليم، خطة تنفيذية، ولدينا أيضا في عنا طبعا اتفاقية مع المجلس الأعلى لشؤون أشخاص المعوقين، وقعت ما بين المجلس الأعلى ووزارة التربية والتعليم لدمج هذه الفئة مع الطلاب العاديين. اشتمل الاحتفال على فقرات متعددة قدموها الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مسرحيات ومسابقات وألعاب ودبكة وغيرها العديد من الفقرات اللي عبروا من خلالها عن قدراتهم وإمكاناتهم. نحن من المدارس اللي الحمد طبعا بحمد والشكر لله انه الان في عنا غرف لذوي الاحتياجات الخاصة عددها 2 تقريبا. المشروع مستمر لغاية الان تقريبا 6 سنوات، ونامل انه جميع المدارس الثانية يعني زي ما احنا عملنا انها تعمل وتفتح اللي هي صفوف لذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا نشكر اللي هي مديريتنا مديرية تربية قوى النعور، بالفعل يعني بدوا هاي الخطوة خاصة اللي هو قسم التعليم. فتحنا تقريبا في مدرستين اللي هن صفوف لذوي الاحتياج الخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة. الآن في توجه كثير من الأهالي، يعني عندنا ثقافة العيب بدأت أول بأول نخلص منها، وكل صار يجي بده يسجل أولاده، لأنه بالفعل إذا بتيجي عنا تطلع على الأطفال على مستوى الأطفال اللي عنا كثير في تطور عندهم من ناحية حركية من ناحية عقلية، لدرجة أنه الآن بعض الأطفال صرنا ندمجهم مع الطلاب العاديين. تهدف حملة المناصرة اللي بتستمر عامين إلى تعزيز حق الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية في التعليم في المدارس النظامية في الأردن عن طريق تعزيز دور ومشاركة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، وتطوير التعاون والتنسيق بين المنظمات نفسها والمشاركة في عمليات اتخاذ القرار والمساءلة. شاء ربي وكل ما شاء به ربي فعل، والمؤمنون بما شاء ربي يسلمون، ومشيئة ربي كما نرى ليس نقصا ولا خلل، لكنها إعجاز خالق علم ما يكون. أحمد الكيلاني، رؤيا